معا للحد من البطالة وتوفير فرص العمل، هو شعار ورشة عمل حول التشغيل والبطالة في الدول العربية في ظل التحولات الراهنة. الورشة اللي بدأت اليوم في العاصمة وتدوم 3 أيام ينظمها المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بغاية البحث عن استراتيجيات وآليات ناجعة للحد من البطالة. تنعقد الورشة في ظل التحولات التي تمر بها المنطقة، ونحن نعرف أن هذه التحولات لها تداعيات خاصة على الاقتصاد، وألقت هذه التحولات على الاقتصاد بتداعياتها أو بظلالها على البطالة والتشغيل. فكما نعلم أنه السنتين الماضيتين في دول الربيع العربي أفضت إلى زيادة معدلات التضخم وزيادة معدلات البطالة والفقر. هو لابد من تحفيز الاقتصاد، وحتى نحفز الاقتصاد لابد من الاستقرار السياسي، والاستقرار السياسي سيفضي إلى الاستقرار الأمن والأمان، والمستثمر يبحث دائما على البيئة الآمنة. من جانبها وفي نفس السياق، كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية نظمت اليوم دورتها الأولى لصالون التشغيل جوب كونكت، اللي يمثل فرصة للقاءات المباشرة بين أصحاب المؤسسات الراغبين في تدعيم مواردهم البشرية وبين الشباب أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. اتصلنا بالشركات واخذينا والشركات اللي موجودين هنا 80 شركة في الوقت الحاضر، طالبين عاملين أوفر دومبلو 300 حاجتهم باش يدخلوا 300 شخص، وهذه فرصة معناتها باش أصحاب الشهاد العليا والشركات يقربوا لبعضهم. فما بريسك 80 سوسيتي معناها جاوا لهنا يقدموا في عروض الشغل نتاعهم، قدمت معناها السي في نتاعي وراني نستنى. معناها جينا لنا دو اون باش خاطر عندنا دي بوست فاكون بور ريكروتي ايميدياتمون في لي بوست فاكون هذوكم، اي انكور بور فان اون باز دو دوني تقعد عندنا في الشركة باش وقت اللي نستحقوا ان بوست نلقاوهم. الشباب التونسي رغم تاكيده على اهميه الفضاء هذا، الا انه يؤكد ان الحكومه التونسيه ما زالت ما قامتش بالدور المطلوب والمجهود اللازم من اجل الحد من البطاله وتوفير فرص العمل. حاجه مميزه وحاجه باهي انه الناس تقابل او تقابل اون كونتاكت ديريكت مع المؤسسات، ولكن لا تكفي، لازم وتيرتها تتساعد وتتكثف، ويلزم الوزاره نتاع التشغيل تحط عليها بالحق انسان ان جران استراتيج، ان جران استراتيج يفهم اش معناتها استراتيجيات التشغيل، ولازم نعملوا برنامج تاع 15 و20 سنه، خاطر المشكل هذا باش يزيد يقوى راهو، ونحط ويزم الوزاره هذه تكون وزاره ميدياتيزي. اوكي مش هي مسؤوله باش تخلق مواد تشغيل، لكن تشرف على السوق وتشرف على عمليه الهيكل نتاع عمليه التشغيل بصفه عامه، ويزم يكون فيها وزير يظهر في التلفزه ويقدم الحلول ويعمل دي بوان دو بريس ويقدم المشاكل ويقدم التوصيف ويقدم الدياغنوستيك ويشخص بالصحيح. مش معقول وزير التشغيل يبقى فهمتي شهرين ثلاثه واربع مرهوش في التلفزه. اليوم بتعرفوا اللي عدد الموظفين في الاداره العموميه وصل الى 700,000 موظف، وهو رقم خطير جدا يعني، ويشكل خطر على الأجيال، مستقبل الأجيال القادمة فعلا. والحل هو في القطاع الاقتصادي الخاص، في الاستثمار، في عودة الاستثمار. إن شاء الله التجاذبات السياسية دي اللي صايرة اليوم في البلاد يقع يجد حل لها في أسرع فرصة. على إثر الوقفة الاحتجاجية اللي نفذها صحفي جريدة لابريس البارح، واللي طالبوا فيها بضرورة العودة لمبدأ انتخاب رئيس تحرير الجريدة، وباعتبار أنه البارح ما تمكنش من أخذ رد رئيس التحرير، اليوم صلاح الدين الجريشي رئيس تحرير جريدة لابريس يوضح لنا وضعيته ويأكد أنه ما ينتمي لحتى حزب ولا تيار سياسي. اللي صار كأني أنا جيت من برا، كما التعيينات اللي تعمل فيهم من نهضة عباد باراشوتي اتسترا. انا ولد لابريس، ولد علام، وعندي اكثر من 30 سنه في الدومين، وانا كنت زاد رئيس تحرير في وقت من الاوقات، في فتره رئيس تحرير عام. كي وقع الاستقاله الكونسي دو ريداكسيون، احنا عندنا كوميتي دو ريداكسيون الارجي اللي فيه رؤساء الاقسام اللي فيه رؤساء التحرير، قلنا اون بروسيد يعني نعملوا بار كونسنسوس. في اجتماع تقرر انه قرروا كوميتي دو ريداكسيون انه نبعدوا على حكايه الانتخابات اللي هي قسمت، عملناها تجربه واللي هي قسمت في الحقيقه التحرير. جمع معناها الناس الكبار تاع لابريس وكل معناها اللي هما كيفون بارتي من الكونسي من الكوميتي دو ريداكسيون، هذه لجنه التحرير اللي قلت لك فيها رؤساء التحرير، رؤساء التحرير تاع الاقسام المختلفه، واللي شيف دي سيرفيس. دونك صار كونسنسوس. الصغار عندهم راي اخر، الصغار شفتوهم انتم عددهم وكل شيء، والمفروض انه يتسمعوا بالطبيعه، يتسمعوا يعطي ورايهم وكل شيء. اما
عندي أنا عيب أن لابريس مؤسسة كبيرة هذه تولي بالعيات وبالواحد.